السلام عليكم إخوان متتبعي جريدة أشواق وكل مغاربة في كل بقاع هذا الوطن. حنا الآن كنتواجدوا في مدينة سلا، بالضبط هذا الشارع هذا اللي كيتواجد في حي سلام اللي كيربط منطقة سهب القايد بحي مبيعات الواد، يعني كيدوز على هاد الأحياء هادو كاملين. هاد الشارع هذا يعني كيف ما كنعرفوا كيعرف الكثير من بما يسمى تريبورتور، يعني الدراجة الثلاثية العجلات. هاد الدراجة هذه كتهز البلايص في الأيام العادية، فاللي كنلاحظ اليوم في هاد الصباح هذا هو أن هاد الدراجات مازالين مستمرين يعني في الخدمة ديالهم بشكل عادي، ربما ملاحظ أن قل عدد ديالهم لكن مستمرين بنفس الوتيرة اللي كانوا كيخدموا بها قبل. هو أن ما كيراعيوش الأمور يعني السلامة والأمور الوقائية، يعني مازال واحد الاكتضاض عندهم في اللور. هذا خطر عليهم كيف ما كنعرفوا، وخطر حتى على دوك الناس اللي كيهزوا، خطر عليه هو يعني كشيفور لهاد الدراجه هذه ولدوك الناس اللي كيركبوا. فكيف ما كنعرفوا ان لا الوزارات ولا الجماعات، فكل شيء مشكور في جميع المدن انها ناضت ويعني داروا اجراءات صارمه واجراءات اللي في محلها. فبالنسبة لسيارة الأجرة الكبيرة أو الصغيرة تحدد واحد العدد معين، تحدد واحد ثمن معين، لكن هالدرجة الدرجة هادو مازال ما كيخدعوا حتى شي معايير ديال السلامة أو ديال الأمن أو ديال الوقاية، لا ليهم ولا للناس اللي راكبين معاهم. فلو حبذا أننا يتخذ هاد الأمر هذا بعين الاعتبار، وحتى هاد الناس هادو اللي كيسوقوا هاد الدراجات ولا اللي تيركبوا فيهم إلا كانوا كيسمعوا فيه الآن، نتمنوا أنهم يفكروا ويعودوا الاعتبار، لأن هاد الأمور هذه في صالح ديالهم وفي صالح ديال الوليدات ديالهم وديال العائلات ديالهم كاملين.